السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواني أشرح لكم طريقة بسيطة جدا للتقليل من استهلاك البيانات الخلوية اللي تستخدمها في الآيفون عندك. طبعا هذا شرحي للآيفون، ممكن في الأجهزة الأخرى الجالكسي أو غيرها ممكن موجودة الطريقة أو بشكل مختلف، الله أعلم، أنها أنا ما أعرف الجالكسي، لكن بالنسبة لشركة أبل بشكل عام أجهزة أبل هذه موجودة الخاصية، تستهلك من البيانات الخلوية بشكل سريع، لكن الطريقة هذه إذا سويتها راح يقل استخدامك لاستهلاكك عفوا للبيانات الخلوية. نتعرف على الطريقة مع بعض. ندخل على الإعدادات، من هنا موجودة خيارات من ضمنها موجود عندك خلوي. خلوي هذه هي البيانات الخلوية اللي أنت تستخدمها على جهازك. طبعا أنا شابك واي فاي، لكن أول ما أفصل الواي فاي تلقائيا راح يشبك على البيانات الخلوية لأني أنا فاتح هذا الخيار. إذا قفلت بعض البرامج، هذه البرامج اللي تقدر تفتحها في استخدام البيانات الخلوية. إذا قفلت بعض البرامج راح تنفعك في 3 شغلات. الشغلة الأولى استهلاك البطارية، يعني يقل استهلاكك للبطارية وتشوف البطارية حافظت على شحنها بشكل أفضل. الشيء الثاني سرعة الجهاز، راح تحس في فرق يعني بسيط جدا يعني في سرعة الجهاز. الشيء الثالث والأهم من هذا كله، البيانات الخلوية راح يقل استهلاكها، يعني مثلا بعض الناس يشترك في 30 جيجا في الشهر، ممكن يوميا يعني يستخدم 1 جيجا. إذا فاتح كل البرامج هذه يستخدم 1 جيجا. إذا مقفل بعض البرامج راح يمكن يستخدم يستهلك نص جيجا، يعني مو 1 جيجا. نشوف البرامج هذه. هذه البرامج اللي أنا سامح لها في الاستخدام على البيانات الخلوية. مثلا نقول هنا من البداية أنا عندي برامج كثير، نشوف هنا مثلا هذا برنامج الرياضة، أنا ما س يعني أنا ما أحتاجه جد يعني بشكل ضروري يعني في البيانات الخلوية. ممكن أقفله من هنا، موقع أبشرة بقفله من هنا، 4 صور أقفلها من هنا، الأسهم هذه ما أحتاجها أبدا يعني مو بشكل ضروري، أقفلها من هنا، الإعدادات كذلك، البريد كذلك، يعني في بعض البرامج والتطبيقات أنا ما أحتاجها بشكل يعني ضروري، أقفل اللي أبيه وأخلي اللي أبيه. هذه تساعدك مثل ما قلت لك، تساعدك على استهلاك البطارية وسرعة الجهاز والتقليل من استهلاك البيانات الخلوية. أتمنى الشرح عجبك، أتمنى منكم أيضا الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. إذا عجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك آخر مقاطع شرحاتي اضغط على الاشتراك. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.